ما تيجي نشرب كوباية شاي مع بعض؟ أخيرا يا باشا، وراك. هتعمل إيه؟ هطلع وراك. لا، سيب البتاع ده وتعالى معايا. طب والونش؟ بتاعنا. ماشي. وبيني وبين سعادتك يعني، أنا قلت إيه اللي خلاني أحط نفسي في الحوار ده من أساسه؟ وعمال ألف حوالين نفسي وأضرب أخماس في أسداس، ورايح على هني، حد كلمني، حد سأل عليا، لحد ما الست افتكرتني مجنون. ده كل ده بقى غير إن أنا عمال أتطقص على اللي هو جلال من تحت لتحت. جايز يبقى مظلوم ولا حد من الشركة بتوعه خده في الرجلين. بقى كل ده يا باشا وأنت سايبني أزاول نفسي؟ الحكاية لا حوار ولا مزاولة ولا كلام من ده خالص يا عمر. ده أنا حتى كنت جاي أطلب منك الكاميرا اللي في مكتب اللي هو جلال علشان لازم نفرغها ونشوف نهاية الحكاية دي. ده كده في خروجة تانية مع هاني؟ أكيد. ماشي سعادتك، لما أحب أتصل بسعادتك أعمل إيه؟ أنا اللي هتصل بيك. أنا بقول كده بقى.